معانا الأستاذ جمال، اتفضل يا أستاذ جمال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم الخير. حضرتك أنا بغسل غسيل كلوي. طيب، ربنا إن شاء الله يذهب عنك ويجمع لك بين تمام الأجر والعافية يا حاج جمال. اللهم آمين يا رب. فدلوقتي الدكتور قال لي ما تصمش. اسمع كلام الدكتور. المسألة التي تتعلق بالكلى دي مسألة مياس سهلة. والكلى انت عارف ان كتير قوي بتحتاج للميه، بتحتاج لشويه حاجات. فالدكتور قال لك مش هتصوم خالص، ولا مش بس مش هتصوم في رمضان ده؟ لا، هو قال لي لا، لغايه ما نشوف الكلى هتشتغل او مش هتشتغل. يعني ان شاء الله تشتغل وتبقى زي الفل. يبقى انت دلوقتي ان شاء الله تشتغل وتبقى زي الفل وتصوم ان شاء الله. وفعليه يبقى انت لغايه ما الدكتور يقول لك في الاخر خالص، ياخد قرار ان انت هتصوم خالص او مش هتصوم خالص، يبقى خلاص انت مش هتدفع فديه لغايه ما الدكتور يقول لك ان التشخيص النهائي لحالتك ايه. لكن انت ما تدفعش الفديه لغايه ما نشوف الدكتور هيقول لحضرتك ايه بعد ما يتم التشخيص النهائي. معانا الاستاذه فايزه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه وبصحه وبسلام وبعافيه. بقول لحضرتك انا زوجي مريض برضو كلى، يعني زي الاخ اللي سال قبل كده. بس الدكتور منع من الصيام، وهو بقاله 9 سنين السنه دي ما بيصومش. فهو بيطلع فديه، الفديه نطلعها قد ايه؟ وجنب مني جارتي مريضه ومعاها 3 ولاد، هي اولى بان انا ادي لها كل الفلوس بتاع الفطار ولا لا؟ حاضر، يبقى احنا دلوقتي عندنا وليا سؤال كمان بعد اذن حضرتك. اتفضلي. انا قلت الصيام بنيه رمضان من اول ليله السحور شهر رمضان كامل. لو انا نسيت في الايام الفرضانيه انوي الصيام، يبقى صيامي ماشي عادي ولا هو انت ناويه تاني يوم تفطري ولا مش ناويه تفطري؟ انا ان شاء الله مش هفطر باذن الله. طيب خلاص، هو ده بقى، هي دي النيه. النيه مش لازم اقول نويت صيام شهر، لو انت صيام شهر، لو انت صيام غدا الاثنين من شهر رمضان اللي هو اليوم الثالث، لا مش لازم تعمل كده. لكن ان انت بس تريدي ان تصومي الغد فقط بالليل، خلاص ده على شرط السادة الشافعية اللي هم بيقولوا ان احنا لازم مع كل يوم نبيت الصيام من الليل، عمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. يعني ايه اللي حاصل؟ يعني ينوي النية، مش لازم يقول هو خلاص بكرة وحملوا النية على انه ايه، هو عايز يصوم، ما عندوش شيء بيمنع، هو مش ناوي انه ما يصومش. ولذلك هيبقى اللي انت عملتيه دوت في السنوات الماضية صيامك صحيح فيه، وان شاء الله ربنا يتقبل. السؤال الاولاني اللي هو السؤال اللي حضرتك تفضلت بيه، اللي هو فيما يتعلق بزوج حضرتك، لو ان الدكتور قال له ما تصومش خالص، خلاص هيطلع فدية في حدود 10 جنيه. طيب واذا كان بقى جارتك فقيرة ومحتاجة، يجوز ان انت تعطيها كل الفدية بتاعت الشهر كله، وليس هناك اشكال، لان هي اطعام مسكين وهو ده بيتحقق فيها، وممكن ده يكون لكل يوم ان شاء الله.